كما اقام سفاره مملكه البحرين في الجزائر حفلا بمناسبه احتفال مملكه البحرين باعيادها الوطنيه بحضور وزيري الماليه والفلاحه وقد صاحب الحفل معرض اشتمل على عدد من الجوانب التي تبرز تراث وحضاره مملكه البحرين كالمنتوجات والمنحوتات الشعبيه والاثريه والذهب البحريني الاصيل كما تم في نهايه الحفل توزيع هدايا تذكاريه على الساده الحضور